السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزيت. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، وين موتيبي، يعني بعد ما من اصبح، ونقول لكم بلي اصبح مهدد بفضحه امام الافارقه. انا نقول لكم ناس منا من الجزائر باعوه، عمروه منا طاطاه وباعوه بالمكالمه وكلش باعوه. انا نقول لكم منا وجايين من جماعه الفيرما منا باعوه موتيبي. وين اليوم موتيبي وين صبح يغازل في لقجع والمغرب، وين قال لهم المغرب فخر لكره القدم الافريقيه، قال لهم فخر لكره القدم الافريقيه ونحن سعداء بنجاحها، يعني في احتضان كل البطولات، يعني واخيرا بطوله كاس العالم. يجي هنايا يقول لك راني مفتخر بيك انتوما، يروح في الدوره مليا غير 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 الطائره اللي كنت راكب فيها تدير له كيما هكا، والان نودي اجواء الجزائر اي يدير لهم كيما هكا. المغرب رانا فرحانين بها، قولوا له راك في اجواء تاع تونس، تونس نفتخر بها. يقولوا له راك في السنغال، فاطمه مولات الحزامه نفتخروا بها. اي كيما هكا ما زدتو نتوما، والجبناء والاغبياء مامنين. يقول لك هاك موتيبي شكرنا، رانا مع موتيبي، قالنا صاي. ودير وين قال لك صاي، وين يعرفك قال لكم قيلوني يا موتيبي رايح هو سيتهنى منكم، قيلوني قال لكم باسيتوني انا ما دانا ما لاباس كيما كيروحوا بعدو ليا، قيلوني كخر كاع فاقوا بها. ها راه سانكور قالوا لك لاك السروال، سانكور قالوا بالك تزيد تهدر، بالك تزيد تهدر الملف يدخل قبلوا قلبوا الملف تو قلبوا، وبالك انت تزيد تهدر. يعني انت التصريحات تاعك الناس حقدت علينا من التصريحات تاع داك المشرف تاعكم في رمضان، وقبلها تاع صدتي وبهلول، ولا مش قلنا غادي يخلصوا من الهضره تاعهم هذو. الناس خدمت صايك وجدوها صايك، كانوا موجودين كانوا دايرين في لسانهم يروحوا يلبوكو بديموند موراها ارض محروقه. ربي هاكا اقعدوا هاكا اقعدوا هاكا راهو تنظم، راهو يعطوكم تنظيم. والله التاليه تاع الايدي سات راك معاقب شفهيا 5 ans 5 ans راك معاقب حبس. انا نقولها لك قعدوا قارعوا فاني قارعوا القسامة شا يهدر امام كولينا وذاك المكلف بالاعلام يخرج يقولنا لا اشاعات. انا توحشت تاع اشاعات والله. وين عبر رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم باتريس موتيبي عن شكره للمغرب على مرافقتها وتشجيعها لكرة القدم الافريقية خلال نجاح في تنظيم الاخير، يعني في المونديال والمونديال تاع الاندية، وكذلك تحضير لكاس كاس منافسة كاس القارية التي سوف تقام يعني في تاع الايفان 3. واوضح باتريس موتيبي في تصريح اعلامي قائلا الكاف والكرة الافريقية ممتنة كثيرا للمغرب بعد يعني نجاحها في كاس العالم 2022، وكذلك نجاحها في كاس بتنظيم يعني كاس سيدات وتنظيم كاس العالم للاندية، وقبلها بطولة الشال كذلك. قبل أن يضيف المنافسة جرت، يعني وين المنافسة سوف تجري في ظروف يعني رائعة للغاية في بلد والشعب يعشق كرة القدم. أكيد أن المغرب أثبتت أنها بلد كروي بامتياز وقادرة على رفع التحديات واحتضان كبرى التظاهرات الرياضية. ووصل أود أن أشكر الملك محمد الخامس محمد السادس على مرافقته وتشجيعه للكرة الإفريقية لدى جميع الفئات الشبانية وجعلها في أفضل ظروف. قولي ما قولي لا نقول لك تربحها انت يا لك انت يا ويتر جلو ويتر
قلعت ديال قلعت يا بابا قولها لك هادي هي أرضي سؤالين احنا يا يومي تهدر معهم يقولك تايا يقولك تاكذب يا وليد انتوما راكم ساكتين على بالك لي راه ساكت على الحقيقه هنا في الجزائر راه ساكت واش راه صاري في البوله هو العدو الاول كما دامكم ساكتين انا نقول لكم انا نعتبركم انتوما اعداء الاوائل ديك السريانيه انتوما هما ديال الولا واه طارت راحت ترى طارت راحت ما قعدوا انتوا ما قعدوا غير هكا الهضره انتوا مليتوا هنايا العام اللي فات ولا نخدموا كلهيتوا يا لا زادونا راني نزيدو لا نتوما موتوا بغيتكم ولا لا عزاء لا حسادي ولا معسلي يا ولي راه وين خليها راه 2040 شنو غادي دير وين غادي يديك وين سايكل فيفا سايكل فيفا خايفة من الرسالة وصلت تاع المدرب مال فيفا خايفة سايكل خايفين منا مش باغيين يعلوها قالنا كالمو من بعد الماتش عارف ضربك نقول لكم هذه هي تبعوها 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 عباك بلي موتيبي كويكو هاد 40 عام وحده اخرى هنا ما غاديش يولي عندكم عباك بلي رئيس اتحاد اللي غادي يجي رئيس اتحاد افريقي غادي يجي جديد ما يعرفكمش ما غاديش يعرفكم خاطر ما غادي تنظموا والو انا نقول لك ما غادي تنظموا والو قولها لكم ونعاودها لكم حاجة ما غاديش تنظموها وعقلوا عليها مليح ويعطيكم كرة شاطئية وكرة كرة المائية تنظموها لهنا عقلوا عليها مليح شنو نقول لكم وهاو تيوروا ذاك هذاك المشرف تاعكم اللي قال لكم ارجع تشوف اش راه جاي هاد ارجع اش راه جاي ويكذبوا علينا لوكا راه جاي وحدكم لوكا ما هدر ما والو لوكا راه جاي ومن بعد يخرج دوكاك لوكا ينقلب على الجزائر يا ولدي ما جاش لوكا انت ما يعرفكش كاع لوكا انت يا بلا ما يعرفك لا بلوكا لا صفاح لا حجره ما يعرفكش كاع لوكا راه جاي لوكا زيدان راه جاي بعد واحد ينقلب قلت له هضروا على ذاك حمدي هذاك عبد اللي هذاك راني في 4 سنين نهدر عليه مي كان في لوهار والله لا 4 سنين عندي لي فيديو نهدر عليه كاش تامي راهي ماركي شاهد دير ما قلت نورمالمون هذاك هو هذوك هما اللي كل لعبوا كوب دي موند هذو
هذوك راهم لعبوا كوب دي موند نقولها لك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.